افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مركز شباب مدينة حمد النموذجي الذي تم تشييده بتوجيهات جلالة الملك المفدى ببناء 4 مراكز شبابية نموذجية في محافظات المملكة، والذي نفذته وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين. وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المركز النموذجي يأتي ضمن حزمة المشاريع التي اعتمدتها مملكة البحرين لتطوير البنية التحتية للحركة الشبابية والرياضية، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المركز الشبابي يحقق جملة من الأهداف التنموية من بينها تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال اشتمال المركز لمرافق خاصة بالفتيات تتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني، كما تم استخدام تقنيات مواد بناء صديقة للبيئة، علاوة على أن المركز يعزز التوسع الحضري وإدارة المدن بصورة عصرية، إضافة إلى توفير المساحات الخضراء. وأكد سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع مسألة الارتقاء بالمراكز الشبابية ضمن أولوياته بما يتوافق مع توجيهات جلالة العاهل المفدى، مشيرا إلى أن المجلس تمكن من بناء منظومة متكاملة من المنشآت الشبابية الحديثة القادرة على احتضان الشباب البحريني. وأشاد سموه بجهود سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وكوادر الوزارة والتي تابعت مراحل تنفيذ المشروع. من جانبه أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر أن مركز شباب مدينة حمد النموذجي يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، مؤكدا أن بناء المراكز الشبابية يتوافق مع برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعته المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، والذي يؤكد حرص سموه على دعم المراكز الشبابية كونها تشكل الوجهة الأولى للشباب، مؤكدا أن المركز تم تشييده لاستقبال أكثر من 30,000 شاب وشابة خلال العام. هذا المركز هو كان بناء على توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه، اللي وجه بإنشاء 4 مراكز شبابية نموذجية في مختلف محافظات مملكة البحرين. بداية هذه السنة تم افتتاح مركز المحرق النموذجي، واليوم احنا نفتتح مركز مدينة حمد النموذجي. هذه المراكز اللي بالفعل يعني وجدناها في تجربتنا مع المحرق ان بالفعل كانت نقلة نوعية، استطاعت ان تستقطب اعداد كبيرة من الشباب ومن الفتيات من مختلف الاعمار من خلال برامج اللي قدمناها. نتوقع ايضا لمركز مدينة حمد ان يكون عليه اقبال كبير، خاصة انه ايضا يتميز بالعديد من المرافق. طبعا المراكز الشبابية جميعها هي وسيلة إلى غاية وطنية للاهتمام بالشباب وإيصالهم إلى أنهم يكونون مستعدين أن يكونون قادة المستقبل. وكل هذه الأمور اللي توفرها الحكومة لله الحمد توجيهات من سيدي سمو الشيخ ناصر أن هي تساعدنا وتسهل عملنا، بأن احنا بإمكاننا أن احنا يعني نهتم في هوايات مختلفة كثيرة للشباب أن يستعملونها ويستغلونها ويكونون جاهزين بإذن الله في المستقبل بأنهم يصلون مختلف القطاعات، ليست فقط القطاع العام وإنما القطاعات الخاصة اللي موجودة والصناعات وإلى آخره، يصلونهم إلى مستويات عالمية. فيجب أن الوسائل تكون وسائل عالمية بمستوى عالمي علشان أن احنا نصل إلى أهدافنا العالمية إن شاء الله. سعادة وزير الشباب والرياضة استطاع أن يحول هذه الرؤية اللي كان سموه يطمح فيه قبل 5 سنوات على أرض الواقع. وأتذكر كلمات سموه إن توجيهات سيدي جلالة الملك له وللمجلس أن يحققوا طموحات شباب البحرين. شباب البحرين يستحقون
مركز بهذه الجودة. اليوم أنا شخصياً يعني كل مجال عملي في القطاع الخاص، اليوم رأينا أن القطاع العام منشأة أو وزارة حكومية تستطيع أن تنافس القطاع الخاص في الجودة، في التصميم، في جذب الشباب إلى هذه المنطقة. المركز اليوم وزارة الشباب ما قصرت، سمو الشيخ ناصر اليوم شرفنا بافتتاح هذا المركز الرائع المتكامل النموذجي. اليوم هذا المركز راح يستوعب عدد كبير جدا من أهالي أو من شباب مدينة حمد اللي محتاجين جميع هذه الفعاليات الموجودة. أنا أشكر أولا القائمين على وزارة الشباب والرياضة اللي ما قصروا في إنشاء هذا المركز وتصميمه التصميم الراقي الحديث، بحيث يستوعب في مساحة قليلة يستوعب أنشطة وفعاليات كبيرة إن شاء الله راح تفيد شباب المنطقة ككل، وراح تستوعب عدد أكبر سواء الشباب أو الشابات اللي أعتقد تم تخصيص لهم أوقات أيضا خاصة. أنا أدعو أيضا أهالي مدينة حمد وشباب مدينة حمد إلى الاستفادة من هذا المركز وإلى المحافظة عليه، كأهم من نكون نحن بس نستفيد منه على أساس يستمر ويقدم خدماته بصورة أفضل. وأشكر سمو الشيخ ناصر، أشكر الشيخ الأخ هشام الجودر على ما قدموا لهذه المدينة ولهذا المركز، وإن شاء الله بإذن الله شبابنا يستفيدون منه. اليوم سمو الشيخ ناصر الله يحافظه وطول بعمره أضاف لنا بصمة وايد كبيرة في مدينة حمد، خاصة في مركزنا. هذه البصمة اللي تعطي الشباب دافع علشان تحتويهم وإحنا نحتويهم، وحسب توجيهاتهم توجيهات سموه إن إحنا نحتوي الشباب ونعطيهم كل ما عندنا عشان نحافظ على طاقاتهم وشلون نقدر ننتج منهم كإبداعية.